زميلي ليث، هنالك بعض النقاط. النقطة المتواجدة الآن أمام مستشفى العلوية بالتحديد، القطعة الأمنية هي تعود للشرطة الاتحادية. أثناء ما أظهرنا باجات حظر التجوال ككادر، وأيضا أظهرنا باجات الفضاء محطة آي نيوز، ترى المفردة من القبل المنتسب فر سيارتك وارجع. طيب يعني جميع القنوات الفضائية دورها مساندة القطعات الأمنية، سواء من ناحية حظر التجوال أو من ناحية الفرق الجوالة والعدادين والوزارات والدوائر المعنية بالتعداد السكاني. تمام. أيضا هنالك بخصوص مدخل، هنالك أيضا حاجز أمني، السيطرة الأمنية التي تقع ما بين مدينة الصدر وشارع فلسطين، أيضا تعامل غير لائق من احد الضباط مع كادر اي نيوز، يعني بالرغم من وجود، وايضا شرحنا لهم هنالك باركود موجود على الباجات المناطه من قبل الجهات المعنيه جيش لو شرطه ابراهيم. نعم، جيش لو شرطه بهذا الحاجز الامني بين مدينه الصدر وشرطه. تحديدا شرطه. لا، هذا زميلي ليث، هذا الموضوع شرطه، على اعتبار انه الامن الداخلي هو بيد وزارة الداخلية. تمام. جميع هذه المفارز هي تابعة لوزارة الداخلية، لكن هنالك مفارز، هنالك سيطرات يعجز اللسان عن يعني مدحهم للأمانة، يعني تعاملهم سلس، انسيابيتهم، تسهيلهم لحركة المرور، أيضا الأجهزة الأمنية الاستخبارية، الأمن الوطني. يعني أثناء تغطياتنا المباشرة لموضوع التعداد السكاني، ايضا يعني وضعوا لنا ايضا اشخاص لحمايتنا، كان يعني سواء في مدينه الصدر، العظميه، الكراده، ايضا هنالك تعامل بالمقابل لا نبخس حق الاجهزه الامنيه التي تقدم يعني المساعده وابداء المرونه بالتعامل، لكن يعني اتحدث لك عن حواجز امنيه بمناطق مهمه ما بين شارع فلسطين ومدينه الصدر، ما بين يعني على جسر ملعب الشعب بالتحديد، أمام مستشفى العلوية،